هالفيديو راح نشوف توزيع في إضاءة حق برنامج لي ولكم الموسم الثاني. نبذة بسيطة عن لي ولكم قبل نبلش. لي ولكم هي مبادرة تقدمها طيبة الحميضي. هذه المبادرة عبارة عن منصة يتم فيها تسليط الضوء على النساء في شتى المجالات المختلفة، وفعليا كل الأعمال اللي أحبها وافتخر فيها كانت من نصيب لي ولكم، فشكرا جدا جدا جدا، لأن هم أكثر ناس أحس أنهم فعلا احترموني في مجال مهنتي، يعني أعطوني الثقة وهذا شيء جدا كبير، أعطوني المساحة من الحرية أني أنا أشتغل فيها على راحتي، أعطوني مساحة من الوقت الكافي بحيث أن أنا أشتغل همّا على راحتي، وآخر شيء بجت محترم which is يعني thank you so much. تنويه جدا بسيط، الفيديو هذا راح يكون وايد طويل لأن أنا من الناس اللي إذا شرحت أحب أشرح يعني بضمير، لأن ما في محتوى عربي وايد، فقاعد يصير فيني إن إذا الله رزقك بعلم عطى الناس تاني، لأن في ناس يمكن تبي تتعلم بس يمكن اللغة الإنجليزية هي أحد المعوقات حقها. فإذا كان الفيديو طويل سوري، بس مثل ما قلت لكم أنا وايد أحب أشرح. أيكم بقى دلوقتي يا أولاد نبتدي الحصة من أولها خالص. توزيع الإضاءة يتم بناء على نقاش وحوار طويل ما بين المخرج والكلاينت والديو أو بي وأي شخص من طاقم العمل لا تدخل في شكل أساسي في تكوين الصورة. لما قعدنا مع الكلاينت قدمنا تصوراتنا، سمعنا الأراء والملاحظات من طيبة، كان في بعض الكلمات اللي خلتنا نوعا ما يعطينا توجه معين حق الصورة اللي بنروح لها. طيبة قالت أنا أبي إضاءات تكون إضاءة طبيعية ما كأنها إضاءة استوديو، أبي يكون مينيمال ما أبي وايد ديكوريشن، أبي يكون بسيط ناعم مريح، حلقة حوارية لا تقل عن نصف ساعة إلى 25 دقيقة. فهذه الكلمات وهذه الأراء تعطيك توجه معين في شنو هو الحس البصري للصورة. مخرج العمل هو عبد العزيز البلام، وكان هذا أول تعاون بيني وبينه. فعبد العزيز قرر إن احنا نروح هايكي لايتينج، ووقتها أنا كنت يعني ولا مرة سويت هايكي لايتينج، فعليا هذا كان أول بروجكت فعلي أصوره من عقب ما تخرجت. فقلت له يس الموضوع عندي تمام اوكي حلو هايكي لايتينج، بس كان وجهي قاعد يتشنج وقتها وانا قاعد اقول اوكي لانه ما ادري شنو هايكي لايتينج. فعلى طول رحت البيت سويت بحث سريع فعرفت شنو هو الهايكي لايتينج. طبعا في قرارات ثانيه هم تاثر على طريقه توزيع الاضاءه، منها شنو فتحه العدسه. نظرا لان مساحه الاستوديو تعتبر صغيره فكانت فتحه العدسه 2.8، ما اقدر انزل اكثر لان ممكن احتمال كبير ان الشخص اللي انا قاعد اقابله طبيعي انه هو يتحرك اثناء الكلام، فاخاف ان اذا حطيته على T2 الفوكس رينج مالي يكون جدا صغير، فمجرد حركه بسيطه يكون الشخص اوت اوف فوكس. فصار فينا الاختيار الامن هو 2.8، ما ابي اروح 4 لان 4 الفوكس رينج مالها وايد وبالتالي ان ما عندي عزل قوي فراح تصير صوره كلها ان فوكس وما فيها دبث حلو. من القرارات الثانيه هي اللايت ريشيو، فانا اقترحت ان احنا نروح 4:1 لان حسب معرفتي 2:1 1:1 يعني وايد فيها شويه فلات لوك، يعني تستخدم حق الكوميدي، ابي اعطيه شويه حس دراماتي بس مو وايد، يعني 4:1 احس انه هو الريشيو المناسب. 4:1 اعني فيه ان قوه الاضاءه الكي تكون اقوى بدرجتين ستوب لايت من الفيلم. طبعا هذا بالنسبه حق الشخصيات، اللايت ريشيو نقدر نستخدمه حتى على الباك جراوند والفور جراوند. فلما يا عبد العزيز يصمم التصميم الاساسي حق البنيان الست، هني تعلمت شغله جدا مهمه ان كوني كدي او بي جدا مهم ان تكون عندي ملاحظات واراء في شكل تصميم الست لانه هو راح يكون موجود بالفريم، فاي شيء يكون بالفريم هو يقع تحت مسؤوليتي، فلازم مهم ان تكون عندي ملاحظات اراء مختلفه على التصميم، ممكن اماكن الدرايش شلون شكلها حجمها طولها ارتفاعها الى اخره. طبعا عبد العزيز اقترح شغله جدا جميله ان تكون الدرايش مو على مستوى الطوفه ولكن داشه للداخل بحيث ان الاضاءه لما تدش يكون فيها دبث، وهذا كان اقتراح جدا جميل. عقب التصميم نعطيه حق المصمم فيبدي يسوي 3D رندرنج على اساس يكون عندنا صوره تقريبيه للاشياء اللي احنا كنا قاعد نتخيلها، وبعدها نروح نبني الست الفعلي. الحين انا راح اخذكم في طريقه توزيع الاضاءه اللي سويناها عن طريق برنامج اسمه ست الايت، اتوقع هو من شركه الكسير اذا ما خاب ظني. هذا البرنامج انا اشكر الاشخاص اللي عرفوني عليه لان برنامج غير حياتي فعليا، يعني ما ادري شلون اقدر اوصف الموضوع بس غير حياتي. فهذا هو البرنامج، ناخذ لكم في رحله قصيره. هني وين تبني الست تقدر تحرك الاشياء، عندك هني تحت مودلز، عندك الموديفايرز، عندك الاضاءات، عندك كونتينوس لايتنج،
عندك ملحقات خاصة ك خلينا نقول نيجاتيف ريفلكتور باونس، عندي هني أثاث ممكن اني احطه، عندي هني الصفحة اللي انا ممكن احدد فيها الاعدادات الخاصة للاشياء، سواء من طوفة كألوان اقدر اغيرها ارتفاعها وطولها الى اخره. عندي في هذه الصفحة اللي هي خاصة في الفيو فايندر مالت الكاميرا، فعندي فوق المعلومات الخاصة سواء من سنسر حجم، اسبكت ريشيو العدسة، فريم ريت فتحة العدسة، الايزو، الكلفن، وتحت عندي التوب فيو اللي هي تعطيك نظرة من اعلى على المخطط اللي انت قاعد تسوي. فانا سويت تصميم جدا بسيط مقارب للتصميم اللي كان موجود عندنا بالاستوديو. احنا كنا مسوين طوفة بعدين في دبث كذي داشة في دريشة بهذه الناحية، للأسف هني ما عندي درايش اقدر اسويهم فخليتها فراغ، والطوفة الثانية جاي على هذا الشكل. هني عندنا بالمنتصف فاضي لان ما عندنا لقطة فيها شوت اوف تو، ما عندي لقطة فيها شخصيتين، كاميرا بالنص، فهذا الشيء ساعدني انه في المنتصف اقدر احط اضاءات الكي لايت. عندنا هم نفس الشيء بالجانب الاخر. طبعا توزيع الإضاءة حطيت أنا الإضاءات عشان ما أخذ من وقتكم وايد. راح نبلش على هذا الجانب، لأن بيسيكلي اللي سويته بهذا الجانب كوبي بيست حطيته على الجانب الأيسر. فقلنا HMI، فما عندي فكرة عن HMI، مو ما عندي فكرة، ببريطانيا الشيء الوحيد اللي اشتغلت عليه HMI كان T5 ومو موجود بالكويت. فقلت لهم أوكي شنو عندكم؟ كانوا يقولون عندنا T1, T2, T2.5, T4, M18. قلت اوكي M18 ادري انه هو وايد قوي فما احتاجه، كون مساحة الاستوديو تقريبا 9 إلى 7 متر، فلا ما احتاج هذه القوة من الاضاءة. اوكي راح نروح على T4 2.5، let's bring it، لان T2 تنغستن مو daylight وانا ابي daylight، قاعد اشتغل على 6500 كلفن. فطلبتهم كلهم بالبريلايت. البريلايت هو اليوم اللي تسوي فيه اختبار حق الكاميرا والاضاءة والعدسة، هذا اليوم جدا مهم، اذا تقدر تطلبه دائما اطلبه، انا افضل يومين الى 3 ايام. كنت اعتقد في السابق ان الدي او بي الفنان هو الدي او بي يدش الست ويعطي نظره خاطفه ويقول اوكي توزيع الاضاءه كذي، بعدين لما قعدت اقرا واتابع اعمال الناس اللي انا احبهم از دي او بي اكتشفت انه هم ياخذون بري لايت عادي اسبوع اسبوعين يسوون فيها اختبارات على الكاميرا والاضاءه. فجدا مهم انك انت تختبر الاشياء، لان اذا تيب يوم التصوير وتسوي سيت اب ممكن انت تكون تحت الضغط مال الوقت، وهذا راح يزعجك وايد وانت تشتغل. فلما تكون بالبري لايت انت عندك اريحيه انك انت تشتغل بمزاج جدا جميل وعلى رواق، تقدر انك انت تسته بحيث لما تي يوم التصوير تدش السيت شغل طفي. فهذا هو ال HMI. طبعا راح نبلش ان شاء الله. احنا قلنا ان اللايت ريشيو مالنا هو 4 to 1، معناته ان اذا كان الكي لايت مالي على 2.8 فالفل لايت مالي راح يكون على 1.4، فرق درجتين. لما شغلت ال HMI مثل ما انتم شايفين هني اكتشفت ان الاضاءة حيل 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 عالية، فصار فيني اوكي شو اسوي الحين، انا ما اقدر اسكر فتحة العدسة لان راح افقد العزل مالي، فاستخدم ND. حلو بالكاميرا ان فيها بلتن ND. استخدمت كاميرا كانون 3300 مارك 2. سبب استخدامي لهذه الكاميرا ابي اجربها، وبعدين الكاميرا نقدر نشغلها على الكهرباء فما احاتي البطارية، وعندها سعة في خلينا نقول التسجيل لمدة جدا طويلة. فلما حطيت الاندي للحين الاضاءة عالية، فيلا الحين شلون ننزلها. هني اكتشفت شغلة ثانية بالكويت، ان بعض الملحقات الخاصة في ال HMI مو موجودة. فمثلا نفتقد الى شيء اسمه سكريمز، وهي عبارة عن ملحقات حديدية فيها شبك مهمتها هي تنزل من قوة الاضاءة، تنحط قدام العدسة مات الاضاءة ال HMI. فيب ديفيوزر وحطيته، فنعم لي شوية من الإضاءة، بس خلنا عدله شوية لأنه صاير أيوة كذي، استخدع على الجنب ألفه شوية تقريبا. هي طبعا كان عندي إنه ستيل يعني عالي، فجبت شغله اسمها نت فلاج بدال السكريمز، وهي عباره عن خلينا نقول فلاج مثل خام بس مشبك بحيث انه هو ينزل من قوه الاضاءه، بس كان عندي جنطه واحده وان ستوب ودبل ستوب. شنو الفرق ما بين اني انا استخدم ديفيوزر وبين استخدم النت؟ الديفيوزر
صحيح انه هو ينزل لك من قوه الاضاءه، بس هو شو يسوي بالاضاءه؟ ينعمها عن طريق انه هو يسويها سبريد. اوكي سبريد انه كانه هو يسرب الاضاءه فتصير مبعثره. النت ما عنده هذه المشكله، النت ينزل لك فقط ما يلعب في شكل الاضاءه. فساعات انت ما تبي تسوي سبريد وايد، لان ما تبي الاضاءه تروح كل مكان، تبي تحددها باماكن معينه. فعشان كذي انا افضل استخدم سكريم اكثر من الديفيوزر. فهني حطينا الديفيوزر، فصار فينا اوكي كنا اوكي كنا زين حلو تمام. الحين نيجي حق الكي لايت. طبعا كون احنا الحين حطينا ان دي 2 ستوبس، فمعناته ان الاضاءه اللي كانت كي 2.8 صارت 1.4. فاذا انا كنت ابيها تصير فعليا 2.8 لازم تكون 5.6. فالمجر مالنا ارتفع الحين، لان احنا عندنا 2 ستوبس داون ان دي فلتر. الحين لما سويت ال HMI ال background lighting استوعبت ان الجانب الايمن وايد مظلم، فصار فيني كنا اشكر احنا بالاستوديو بس الاضاءة جاية بهالاتجاه. لا احنا نبي كأن في طوفة قاعد تعكس. مهم انك تفهم فيزياء الاضاءة، انعكاسها وين قاعد تروح وشنو شكلها. فجبت 300 aperture حطيته فوق هني وشغلته، وحطيت تحته مثل ما انتم شايفين كأن سيني فويل عساس انه ما يكون في تسريب على الاضاءة على الشخصية. هذا تصور تقريبي وليس واقعي، بس وايد قريب، فأتمنى أنه يعني يكون صجي بالنسبة لكم. الحين كذي خلصنا الباكراوند. الباكراوند لما قسته باللايت ميتر كان قاعد تعطيني تقريبا 8، وجز هذا اللي أنا أحبه، أنه يكون الباكراوند 2 ستوبس أو 1 ستوب أعلى من الكي لايت. وهذا هم يعتمد على الديناميك رينج مال الكاميرا، إيش كثر هو يقدر يتحمل. الحين هنا حق الكي لايت، طبعا هني كونها مساحة فاضية قلنا راح نتخيل كأنها هي دريشة ومنها المصدر الأساسي حق إنارة الوجوه. فبلشنا نشغل الإضاءة، حطينا 300 aperture daylight، حطيت عليه rectangle softbox مع grid، أنعم الإضاءة وأحددها عساس ما يكون في تسريب حق الإضاءة. فلما شغلت الكي لايت حق الشخصية استوعبت أنه هو نوعا ما مو قوي، وما بي أرفع وايد، لأن لما أرفع وايد ما أدري أحس وايد، لا ما أبي أبيها ما أدري أبي شنو دريشة كبيرة. فصار فيني أوكي ردي على 5.6، وحطيت 300 ثاني فوقه همن 5.6 أساس يعطيني كأنه دريشة فعليا. طبعا اختيار الريكتانجل سوفت بوكس كان اقتراح عبد العزيز، لأنه كان قاعد يقول أبي الإضاءة جاية عليهم كلهم شيء من فوق لتحت، فكان هذا افضل اختيار لنا. الحين ني حق الفل لايت، وهذه واحدة من الشغلات الجميله ان في بعض الملحقات الخاصه في التصوير الفوتوغرافي بس تقدر تستخدمها حق تصوير الفيديو وتعطيك نتائج جدا جميله. فكان عندنا امبريلا حطينا هم من 300 داي لايت ابرتشر وشغلناه، بس هني للاسف انا عندي 3.5 ما عندي 2.8، هو المفروض يكون 2.8، فانا حطيت عليه ان دي 3 اساس انزل 1 ستوب، فهو فعليا 3.5 بالبرنامج، بس هو فعليا مع الان دي صار الحين 2.8. طبعا الحلو بالكاميرا هني عندك المانوال فوكس، فهني تحرك اذا انت الفوكس مالك صح مضبوط او مو مضبوط. لما انا حق الستاره في الواقع كانت اظلم، لان الاضاءات صايره شويه مجدمجه قدام، يعني اذا شفت اتجاه الاضاءه صاير بهذا الاتجاه ماكو شيء صوبها. فقلت لازم ابين كان الدريشه مسربه شويه على الستاره. فشنو حطيت؟ هذا السر، تيوب لايت شغلته بشكل جدا خفيف. طبعا هني حطيت قاطع كتر نيجاتيف اساس ما يكون في تسريب حق الاضاءه، فصار عندي انك كنا الشمس داشه بشكل حلو. عقب ما خلصنا هذا هو التوزيع، عقب ما خلصنا قعدت اطالع الفريم كان اقول حق عزيز اوكي فاضي ممل، احس يعني احس اقدر يعني ما ادري احس فاضي. قال ايش رايك؟ قلت له شنو؟ قال لي انا عندي بروجكشن، تبين نلعب كذي بالشكل ان كنا الشمس داشه طاقه دريشه ومسويه شكل، وبعدين
بين كل حلقة وحلقة نقدر نغير أن الشمس تحركت، فصار فيني صح حلو خل نسوي كذي. فهو جاب الابرتشر 300 مع البروجكشن، أنا كان عندي جودكس SL 30 مع البروجكشن، فأنا حطيناهم فوق. لحظة يب هني هاي نصعد لكم هذي، شغلناها حطينا قواطع أساس نسوي شكل معين، فصار عندنا هذا الشكل اللي أنتوا قاعد تشوفونه. طبعا نقدر نكبر، نقدر نسوي in focus خليه حاد، ونقدر نسوي out of focus. اوكي نشوف شو والله كنا ادخل شيء كذي. اوكي قاعد احاول اسوي ماتش. لحظه نقدر نسوي ماتش، خلينا لازم شويه يتصقر صقر. تقريبا يعني في هذا الشكل. فتقريبا هذه هي التوزيعة اللي احنا سويناها، ومثل ما قلت لكم اللي صار بالجانب الايمن هني كوبي بيست حطيناه بالجانب الايسر. طبعا عقب ما تخلص التصميم طق انتر راح تطلع لك الصورة هني، تقدر تروح لفيو وتسوي لها رندر وتطلع لك الصورة جاهزة، وتقدر تروح لإكسبورت وتسوي تصدير حق الملف نفسه، بحيث تقدر تشاركه مع اي شخص اخر عنده نفس البرنامج، وراح تعطيك كل المعلومات الخاصه بالاضاءات المستخدمه والقيمه اللي انت حطيتها، وهالشيء ممكن يساعدك وايد لما انت تيجي تتواصل مع الجافر او الدايركتور او حتى المصمم الخاص في تصميم الست، تصير عندهم يعني رؤيه واضحه. انا يعني ما اقدر اقول لكم ايش كثر هالبرنامج ساعدني، يعني اخر عمل دشيت له رحت حق الجافر وريته، كان يقول لي بس خلاص فهمت، راح هو طبق وانا بس قاعد انطر واقول له اي لا عدل شويه لا هني زين تمام. لايت ميتر هذا تشك 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 خلصنا. وبكذي نكون خلصنا توزيع الاضاءه. ودي اسمع رايكم ملاحظاتكم على التصوير نفسه الصجي مو اللي تو سويناه، لان انا ودي اتعلم ودي اطور من شغلي، فجدا مهم اني انا اسمع رايكم، لان بالنهايه احنا قاعد نصنع الصوره حقكم. ففي بعض العيوب اللي أنا أدري فيها، من هذه العيوب إن أنا كان المفروض ما أستخدم 3 إضاءات ككي لايت، كان المفروض إن أنا أستخدم إضاءة واحدة بسورس كبير، واستوعبت هذه الغلطة يعني من أول يوم، لكن ما عرفت شلون أحلها لعدة أسباب. المكان اللي إحنا كنا قاعد نصور فيه يعتبر كأنه هو استوديو منزلي، فمولدات الطاقة اللي فيه مو جدا يعني ما تقدر تتحمل طاقات كبيرة، والأجماي يأخذ طاقة جدا كبيرة، فخفت إن أنا ممكن أشغله وتفصل المنطقة كلها. الشغلة الثانية ما كان عندي المساحة، بحيث إن حالات إن يكون مثلا فكرت إن أجيب 4K وأحط 4x4 ديفيوزر، بحيث يصير كنا فعلا دريشة ويصير سبريد حلو كتسريب الإضاءة جميل بشكل ناعم، بس ما عندي مساحة. فحتى بلغت المخرج قلت له ترى أنا سويت غلطة وعندي حلها، بس ما أدري إذا الحل نقدر. وبنفس الوقت إن 4K ما أدري إيش كثر صدق راح يعطيني النتيجة، فكنت خايفة إن أجيب إضاءة وبعدين صير كوست وبعدين أسوي مشكلة وبعدين ألطم، فما أبي أسوي كذي. فقالي لا خلاص أنا أدري و I like the way it is، ف let's go. وبس أتمنى أنتم فعلا استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل.